السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو السريع والقصير راح بس نشوف التطور اللي صار في العدنة اللي عالجناها حق الفطريات ورفعناها شوي. اللي سويته بعد الفيديو اني قطعت الساقين الرئيسيين اللي في النبتة على اساس ابغيها تبتدي تتفرع ايضا، فصار عندي هني في الساق الرئيسي 3 أغصان جديدة، وهني طلع لي غصن واحد جديد. ممكن مستقبليا تبتدي أغصان جديدة تنبت في النبتة، ولكن ألاحظ أن ساق النبتة شوي بدأ يصير أسمك وبدأ يمتلي أكثر، فمع الوقت إن شاء الله راح تبتدي تتفرع وتكبر من ناحية الساق ومن ناحية الأغصان اللي فوق. فمثل ما ذكرنا في السلسلة الثانية اللي عن العدنة الثانية، فاللي راح أسويه إنه في شهر ديسمبر إن شاء الله، شهر 12، راح مجرد أنه لما يكتمل نموها من فوق راح نقلمها، ولكن ما راح نرفعها. فاللي يصير راح نشتغل عليها بالتواتر، أنه سنة نقلم وسنة نرفع على أساس ما نصدمها من نمو خضري ومن جذور. فسنة نشتغل فوق وسنة نشتغل على الجذور، فسنة نرفع وسنة نقلم، وراح إن شاء الله نتابع تطورها مع الوقت. بين فترة وفترة راح أرويكم فيديوهات عنها ونشوف نموها إن شاء الله. فإذا في عندكم أي استفسار أو أي سؤال عن العدنة أو معالجة الفطريات في العدنة أو أي موضوع ثاني، ممكن تتركونه في قسم التعليقات وإن شاء الله راح أحاول أجاوب أسئلتكم بأسرع وقت ممكن. وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. في أمان الله.